بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن نلتقي اليوم للحديث عن موضوع من موضوعات التربية الإسلامية والمتعلق بموضوع الطلاق في الإسلام. نقول طلابي بأن تعريف الطلاق هو حل رباط الزوجية، وذلك بعبارة من الرجل كقوله أنت طالق. هذه العبارة هو التي يقولها الرجل، وهنا تكون بمثابة حل رباط الطلاق بين الزوج وزوجته. ولأنواع الطلاق طلابي هناك ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الطلاق الرجعي، يليه الطلاق البائن بينونة صغرى، ويليه الطلاق البائن بينونة كبرى. وسنتعرف طلابي على آداب ما بعد الطلاق، وهنا نتعرف على الطلاق الرجعي. وفي الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يستطيع الرجل ولديه الحق بإعادة زوجته إلى عصمته ما دامت في العدة. وكنا قد شرحنا درس العدة طلابي للمطلقة والمتوفي عنها زوجها ومن أنواع العدة. أما النوع الثاني من الطلاق وهو الطلاق البائن بينونة صغرى، وهو الطلاق الذي لا يستطيع الرجل بعده إعادة زوجته إلى عصمته إلا إذا انتهت العدة طبعا، إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد. ومن صوره أن يقع الطلاق قبل الدخول، أن تنتهي العدة بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية من غير أن يراجع الزوج زوجته، أو أن يقضي القاضي بالزوجة للشقاق والنزاع. أما الطلاق الأخير وهو الطلاق البائن البينونة كبرى، وبه لا يملك الزوج حق إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا صحيحا مع شروط، مع شرط الدخول، ثم يفارقها الزوج الجديد إما بموت أو بطلاق، وتنتهي عدتها ثم يعيدها بمهر جديد وعقد جديد. إذا ما تحدثنا طلابي عن آثار الطلاق في البينونة الكبرى، فيه انتهاء للعلاقة الزوجية، انتهاء عدد الطلقات المسموح بها، وجوب النفقة الزوجية في أثناء العدة. أما طلابي إذا ما انتقلنا للحديث عن آداب ما بعد الطلاق، نقول من آداب ما بعد الطلاق الستر وعدم إفشاء أسرار حياتهما الزوجية، رعاية الأطفال وأداء الحقوق، وحسن المعاملة ودفع النفقة وأداء الحقوق كاملة من غير اللجوء إلى المحاكم، وألا يمنع أحدهم الآخر من رؤية الأبناء. هذا طلابي مجمل حديثنا عن موضوعنا المتعلق بموضوع الطلاق في الإسلام. ولكن طلابي يجب علينا أن نتعرف على هذه الأنواع الثلاثة، وهذا ما هو مذكور معنا في الكتاب، وسيكون لنا لقاء بحول الله عز وجل للحديث بشكل أوسع عن أنواع الطلاق وعن مفهومه من خلال حصصنا اليومية. هذا طلابي ما لدينا، شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته في موضوع جديد من موضوعات التربية الإسلامية ووحدة جديدة معنونة وما أرسلناك إلا كافة للناس. هذا طلابي، وشكرا لحسن استماعكم، ودمتم برعاية الله وحفظه.